هيا يا عزيزي سامر، لنتناول طعام الفطور ثم آخذك إلى الحضانة. حاضر أختي سارة. يا إلهي، من أين طلعتي لي يا رنا؟ مرحبا عزيزتي، إنك أمر واقع كالمعتاد. أنت إذا سامر، أصحيح ذلك؟ نعم أنا سامر، شقيق سارة. تعال تعال بالحزن، أتسلم علي بيدك؟ تعال بالحزن. احذري يا رنا، إنه ما زال صغير وهناك كوب من الشاي، احذري أن يقع عليه. سوف آكلك أيها الفتى الصغير. لا، حبيبي سامر هدأ من روعك، إنها تمازحك ولكن مزحها كالمعتاد ثقيل جدا. هيا لنذهب من هنا يا سارة، أنا خائف جدا، لا أريد أن أتناول أي طعام. لن تذهب من هنا قبل أن تتناول هذا البطاطس الذي طلبته لك مخصوص، أنا أعلم جيدا أنه سوف يعجبك. أقالت بطاطس يا سارة؟ أريد بطاطس. آه منك يا رنا، لا يصح تناول البطاطس المقلية على الفطور، ولكن ماذا أفعل؟ أريد البطاطس المقلية، أريد البطاطس المقلية. دعيت من حديث الأطباء،